وزير الخارجية السعودية وزير الخارجية السعودية عادل الجبير يقول نأمل من إيران أن تغير أساليبها، وبس تدخل يا إيران في شؤون دول المنطقة. وصلت الرسالة يا إيران، شوفوا التقرير. فيما يتعلق بدور إيران في المنطقة، نأمل ونرجو أن تغير إيران أساليبها وتبعد عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن أو غيرها من المناطق. نحن نأمل أن يكون لدينا أفضل العلاقات مع الإيرانيين. كانت لدينا علاقات جيدة مع إيران في الستينات والسبعينات، كانت لدينا علاقات جوار مع إيران، ولكن من الصعب أن تكون هناك علاقات إيجابية إذا كان هناك عدوان مستمر من طرف تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها. ولذلك نحن حريصين على التصدي لأي تحركات إيرانية، وسنقوم بكل ما نستطيع وكل ما لدينا من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية لحماية أراضينا وشعبنا من أي عدوان أو أي تدخلات. وآخر تدخلات الإيرانيين على سبيل المثال كانت من أسبوع تقريبا، عندما تم القبض على سفينة محملة بالسلاح تحاولت إيران ترسلها للحوثيين في اليمن، وهذا ليست أعمال دولة تسعى لحسن الجوار أو تسعى لتحسين علاقاتها مع دول مجاورة لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دول الخليج وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن ننتصر إن شاء الله على أعدائنا. بالأمس حصل في